السؤال لدي يا شيخ، بعض المصطلحات العلمية عن فضيلتكم، إذا قال الشيخ ابن عثيمين الراجح ولم يحدد بقوله عندي، هل هو الراجح عند الشيخ أو عموما؟ أي لا، الراجح عندي. عندك أنت؟ أي نعم. هذا في الممتع وغيره. إذا قيل الراجح والصحيح يعني عندي. عندك أنت؟ أي نعم. حتى لو لم تحدد. وإن لم يحدد، نعم. أحسنت. طيب إذا قال الشيخ ابن عثيمين لا ينبغي، هل ترتقي للتحريم؟ لا. لا. لما ما هي للتحريم. أو لا أرى ذلك. لا لا أرى ذلك أيضا ليس للتحريم. تنزيهية. أي لا ليس للتحريم، لأن الحقيقة أحيانا يكون الأمر مشتبها، فأقول لا أرى ذلك ولا أقول حرام مثلا أو مكروه، لأن هذا يحتاج إلى دليل. ولهذا كان الأئمة الذين نحن أصغر من خناصرهم لا يقولون لا ينبغي أو لا أراه. الإمام أحمد رحمه الله يسأل عن شيء يقول لا أراه، أكره ذلك، لا ينبغي. وإذا قلت لأن التحريم مهين، التحريم والتحليل صعب. وكان بعض العلماء لا يقول عن شيء محرم إلا ما صرح القرآن بأنه حرام أو السنة.